استاذ امبابي من مصر، برحب بيك يا استاذ امبابي، اتفضل. الله يخليك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ انا الحمد لله تمام. انت ايه الدوشه اللي انت كنت فيها دي يا عم الحاج؟ معلش انا كنت في الشارع بقى، ما انا عامل النور قطع في البيت، قلت اطلع اتكلم من بره. يا باشا انت على دماغنا، وحرصك ان انت تكلمنا في الشارع في البيت ده حاجه جميله جدا. قول لي بقى رايك ايه في موضوع ان الناس اللي المفروض هم اللي بيطبقوا القانون هم اول المتجاوزين، تتفق اصلا ام تختلف؟ لا طبعا اتفق. هذا في بلدنا ده كل مؤسسات الدوله اللي فيها خدمات للمواطنين كلها رشاوي. انا معلش مع احترامي ليك هقول لك على حاجه بسيطه خالص. انا في محامي يعني ايه؟ يعني شغال معاه بصور له ورق وبتاع ومش عارف ايه، بخش المحاكم غصب عني ان انا في ورقه بصورها بعمل حاجه، كل ورقه بعملها بخش لازم ادفع رشوه للي موجودين عشان يمشي لي مصلحه حتى لو ختمه يختموا. فللاسف يعني في رشاوي من ناس مسؤوله في الدوله، حاجه صعبه جدا. انا مش عارف فين بقى الرقابه؟ فين الناس اللي بتراقب؟ للاسف هتلاقي اللي بيراقب عايز محتاج مراقب، والراقب عايز لحد ما توصل لنفس الكبيره المجرمين الكونه اللي هم مسؤولين في الدوله اهو. فانت شفت حضرتك الفيلم اللي بتاع محمود عبد العزيز كلنا لصوص، والاستاذ برضه الفنان احمد زكي لما قال برضه كلنا فاسدون. فهذا الوضع ورغم ان الكلام ده بقى له فتره، ومع ذلك شوفوا امال نقول على ايه دلوقتي؟ نقول على مين دول بقى المجرمين اللي هم الكونه المسؤولين اللي هم هو الفساد كتر في البلد اللي بسبب الموضوع. يعني انت شايف ان الدراما حتى نفسها، الدراما المصريه نفسها اتكلمت عن ده وجسدت ده، ان الفساد مستشري وان الناس اللي المفروض تطبق القانون هم اللي بيرتشوا. طبعا مش كلهم برضه، انا ما بحبش التعميم. ده هو واضح واضح يعني الكلام ده، يعني بالذات في الوضع اللي احنا عايشين فيه ده يا استاذ احمد. بشكرك شكرا جزيلا.